حياكم الله متابعين مربعنا من جديد، أخوكم عبد الرحمن، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أسعار السيارات 2023. واليوم بإذن الله راح نغطي لكم أسعار سيارات هونداي 2023 من عند الوكلاء في السعودية. بس قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسى تشترك معنا في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك جديد التغطيات وأسعار السيارات. ونبدأ بسيارة i10 جراند، وهذه تجيب فئة واحدة بس وسعرها 57,000 ريال. ونجي هنا للفوليستر انلاين وتجي بفئتين، العادي وسعرها 134,000 ريال، والأوتوماتيك 8 سرعات وسعرها 142,000 ريال. وهنا عندنا الإكسنت 2023 وتجي بأربع فئات، السمارت وسعرها 68,000 ريال، والسمارت بلس وسعرها 74,000 ريال، والميد بمحرك 1.4 لتر وسعرها 78,000 ريال، والفئة الرابعة اللي هي الميد لكن هذه بمحرك 1.6 لتر وسعرها 79,000 ريال. في تطبيق مستعمل راح تحصل سيارات هونداي جديدة ومستعملة معروضة من أصحابها. تصفح التطبيق وشوف السيارات الموجودة، هونداي سوناتا وجميع الفئات اللي أنت تبغاها من جميع الموديلات. تصفح التطبيق وتقدر تعرض سيارتك للبيع. وهنا عندنا الأزيرة الجديدة وتتوفر بأربع فئات، سمارت وتجي ب 139,000 ريال، والسمارت بلس سعرها 150,000 ريال، والميد وسعرها 159,000 ريال، والفئة الرابعة والأخيرة البريميوم وتيجي سعرها 182,000 ريال. وهنا نجي للإنترال هايبرد وتتوفر بثلاث فئات، سمارت ب 111,000 ريال، والبريميوم وسعرها 128,000 ريال، والإلتيميت وسعرها 136,000 ريال. وعندنا هنا الإنترا إنلاين تيجي بفئة واحدة بس وسعرها 150,000 ريال. وعندنا هنا هونداي الإنترا وتيجي بثمان فئات، الفئة الأولى فليت وسعرها 83,000 ريال، سمارت 1.6 لتر ب 85,000 ريال، سمارت 2 لتر ب 87,000 ريال، الكومفورت 1.6 لتر ب 93,000 ريال، والفئة الخامسة الكومفورت 1.6 لتر بسعر 94,000 ريال، الفئة السادسة كومفورت هذه 2 لتر وسعرها 96,000 ريال، والفئة السابعة بريميوم 1.6 لتر ب 103,000 ريال، والفئة الثامنة والأخيرة بريميوم 2 لتر وسعرها 105,000 ريال. ونجي عندنا هنا الهونداي سوناتا وتجي بخمس فئات، الفليت وسعرها 110,000 ريال، السمارت ب 114,000 ريال، الفئة الثالثة سمارت 2 وسعرها 117,000 ريال، الفئة الرابعة سمارت بلس ب 125,000 ريال، والفئة الخامسة الميد ب 141,000 ريال. ونجي هنا لسيارات الكروس أوفر ونبدأ بالكريتا وتجي بست فئات، الفئة الأولى السمارت 1.5 لتر وسعرها 87,000 ريال، الكومفورت 96,000 ريال، الفئة الثالثة كومفورت بلونين وتجي سعرها 97,000 ريال، الفئة الرابعة الكومفورت هذه 2 لتر بسبع مقاعد ب 115,000 ريال، الفئة الخامسة كومفورت بلونين 2 لتر سبع مقاعد ب 115,000 ريال، الفئة السادسة التيميت سبع مقاعد وسعرها 121,000 ريال. ونجي لطرازات كونا وتتوفر بأربع فئات، سمارت ب 89,000 ريال، الكومفورت لونين ب 93,000 ريال، الكومفورت فتحة سقف ب 94,000 ريال، التيميت وسعرها 113,000 ريال. وعندنا هنا السنتافيه تتوفر ب 15 فئة، لكن نذكركم أهم ست فئات، الأولى سمارت 2.5 لتر وسعرها 127,000 ريال، الفئة الثانية سمارت بلس هذه دفع رباعي ب 143,000 ريال، الفئة الثالثة سمارت بلس 3.5 لتر ب 145,000 ريال، والرابعة فئة الميد 2.5 لتر دفع رباعي ب 160,000 ريال، والفئة الخامسة ميد 3.5 لتر دفع رباعي ب 168,000 ريال، والفئة الأخيرة اللي هي البريميوم وهذه 3.5 لتر دفع رباعي ب 188,000 ريال. وهنا عندنا التوسان تتوفر ب 12 فئة، الأولى سمارت 2 لتر بسعر 103,000 ريال، الفئة الثانية سمارت 1.6 تيربو ب 112,000 ريال، الفئة الثالثة سمارت 2 لتر دفع رباعي ب 107,000 ريال، الفئة الرابعة كومفورت 2 لتر بسعر 110,000 ريال، الفئة الخامسة كومفورت 2 لتر دفع رباعي ب 120,000 ريال، الفئة السادسة كومفورت 1.6 لتر تيربو ب 121,000 ريال، الفئة السابعة بريميوم 2 لتر ب 127,000 ريال، الفئة الثامنة بريميوم 2 لتر دفع رباعي ب 134,000 ريال، الفئة التاسعة بريميوم 1.6 لتر تيربو ب 137,000 ريال، الفئة العاشرة بريميوم 2.5 لتر بسعر 134,000 ريال، الفئة 11 بريميوم 2.5 لتر دفع رباعي ب 133,000 ريال،
الفئة 12 والأخيرة التمت 2.5 لتر دفع رباعي بسعر 154 ألف ريال. وهنا عندنا الهونداي بلاسيد وتيجي بأربع فئات، الأولى كومفورت 3.5 لتر بسعر 175 ألف ريال، الميد 3.8 لتر بسعر 197 ألف ريال، الفئة الثالثة البريميوم وهذه سعرها 207 ألف ريال، الفئة الرابعة بريميوم هذه دفع رباعي 3.8 لتر وسعرها 212 ألف ريال. وهنا عندنا الهونداي ستاريا وتجي ب 11 فئة، الأولى فليت مانيوال 2.2 لتر ديزل 3 ركاب ب 115 ألف ريال، الثانية فليت أوتوماتيك 2.2 لتر ديزل 3 ركاب ب 122 ألف ريال، الفئة الثالثة فليت 3.5 لتر بنزين 3 ركاب ب 112 ألف ريال، الفئة الرابعة سمار 2.2 ديزل غير عادي 9 ركاب ب 127 ألف ريال، الفئة الخامسة سمار 2.2 لتر ديزل أوتوماتيك 9 ركاب ب 134 ألف ريال، الفئة السادسة سمار 3.5 لتر بنزين أوتوماتيك 9 ركاب ب 123 ألف ريال، الفئة السابعة سمار 2.2 لتر ديزل غير عادي 11 راكب ب 129 ألف ريال، الفئة الثامنة سمار 2.2 ديزل أوتوماتيك 11 راكب 136 ألف ريال، الفئة التاسعة سمار 2.5 لتر بنزين أوتوماتيك 11 راكب 125 ألف ريال، الفئة 11 التمت 3.5 لتر بنزين أوتوماتيك 7 ركاب 175 ألف ريال، الفئة 11 والأخيرة التمت 3.5 لتر بنزين أوتوماتيك 9 ركاب 176 ألف ريال، وفي فئة مخصصة للإسعاف وسعرها 116 ألف ريال. جميع سيارات هونداي تجي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلو، أيهم أقرب؟ أخيرا لا تنسى تسوي لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة، واللي معاه واحدة من سيارات هونداي اكتب لنا رأي وتعليق عليها تحت في الكومنت، وأخيرا اكتبوا لنا وش تبغون نغطي لكم الوكالة الجاية. نشوفكم على خير.